مع بنت رمضان. الجو معنا ياسر مزيان. انتي يلي تسمع فينا جبنا لكم دبارة بنينة في وسطها حكاية وتشنشينة. ما لفاش تستنى وعدل الموجة مع نور واللي كرونيكور كل يوم من الاثنين للجمعة من ماضي 3 للخمسة على الحياة فام. رمضان على الحياة فام بنا أخرى. يا مرحبا بالناس كل مع عضلة موجتها علينا على 90 تاتا ويما كنت برونشور تسمعوا فينا. إن شاء الله الناس الكل أنفور وإن شاء الله الناس الكل هكا في صحة جيدة. احنا دائما معاكم كيما كل أسبوع من الاثنين حتى للجمعة، دائما لقيت هذي حتى للخمسة نرافقوكم في الكوجينة في المرويح في الكراهة في ديركم معاكم بمختلف الفقرات كيما العادة باش تلقاو التصنيفات ولي غوسيت التشنشينات والكادوات اكيد ما يكونوا كان عندنا احنا معاكم. كان زاد تحبوا كان تدخلوا معنا تكلمونا على ارقام الهواتف نتاعنا 70 035 120 70 035 120. اكيد تلقاو الاونس تفرح بكم وعندكم شانس باش تدخلوا معنا وتربحوا دي كادو مزيانين برشا برشا كادوات مزيانين. تحيه كبيره ساعة لكل من يامن لنا في الكادوات نتاعنا طيلة الشهر رمضان. اكيد ان غران ميرسي للفريقي جي اس ام و بارافارماسيرين اللي امنت لكم لي كادو بالنسبه لشهر رمضان المعظم. ما عليكم كان تدخلوا معنا عبر لي كومونتير على صفحتنا الرسميه او ايضا تكلمونا على ارقام الهواتف نتاعنا. اكيد زادا ما نجموش ما نحكيوش على توكا اللي امنت لنا حصتنا تيلة شهر رمضان المعظم. أكيد نحكيه على حاجة البنة والصحة والنظافة والبرودوي اللي مختارين بكل عناء. نحكيه على توكال هريسة الفيروكي هريسة النار الجربة وسمعتم الفيروكي من الحاجات من أعز الحاجات اللي نجموا نطيبوا بهم ونقدوا بهم الماكلة حاجات بنينة برشا 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 سينو باش نرافقوكم بيان سور بالغوسيت نتاعنا في توكال. هكا ليكيب والحمد لله اكتملت ومعانا أكيد ليكيب تكنيك. تحية لأيمن ليغا في الإخراج التقني فينا الموقع رجعنا أيمن في الإخراج تحية لي وتحية لي سهير في إخراج الديجيتال والأجواء الحلوة فوالا الكونفيتي الكونفيتي. يا سيدي مرحبا بيك مرحبا بيك ومرحبا بالليكيب تكنيك الكل. زعما برشا زاد على انس كما قلنا في الديكوراسيون المزيانه هذيا وعلى فكره الديكوراسيون نحبوا نشكروا برشا برشا مدام شهله بالقاسم على لا مارك ويفر ديزاين. هل النحاس القروي والنحاس الاحمر المطروق النحاس الزمني اكيد من الديكوراسيون او من لي زارتيكل نتاع مدام شهله بالقاسم. بيان سور تلقاو هالاجواء الحلوه هذه كل في القضيه الحرفيه ببروتا. ايضا معكم في الاكيب من قدام الميكرو نورفيجي وكما العاده ما جيتش وحدي. مرحبا يا حمزه. عسلامه نور. مرحبا عسلامه كيف مستمعي ذات الحياه فام. مرحبا بالناس الكل اللي قاعده تسمع فينا الكل اللي قاعدين برونشي ويستناو معنا في الفقرات هذه. نوعدكم اليوم برشا جو برشا حكايات مزيانه من قعر الخابيه حسيلو خليكم برونشي وان شاء الله تعجبكم حصه اليوم. يعطيك الصحه حمزه وراح كمان برشا برشا. البارح عطيتنا حكايه جميله جدا البارح لهذا مشيت تعرفش شكون عدينا تعرفش شكون عدينا التونسي. وريتك الفازه وريتك الفازه اللي قلت لك راهو حتى ميم با يقول لك راهو حنا باع على ذاك ولا صحيح ولا صحيح بالحق برشا مش نقول لك حنا باع احنا مش نقولوا شكون اللي قال. اما فما شكون قال مارك بورقيبه نقدموا لها التحيه. هي اكيد راهي تسمع فينا تو في الكرفان نتاعها ميساج قدموا لها تحيه. انا هاني سي بون معناها ما عادش تعاود الحكايه ما عادش تنساها بالكل بالكل بالكل. يلا سيدي عندنا صلاح. مرحبا يا صلاح. مساء الفل مساء الامل مساء الضحكه اللي من القلب مساء النفوس الصافيه على كل اللي موجودين وعلى السادة المستمعين إذاعة الحياة. النهاردة يعني لو تحكي عن حاجة حمزة قولي علشان أحضر الفلوس من دلوقتي. اليوم بالكوارت مش عارف. مساء الفل عليكم. النهاردة هنقول لكم رسالة حلوة جدا هي جبر الخواطر. جبر الخواطر على الله. اسمع يا غالي هقول لك كلمتين علشان محدش عارف بكرة إيه اللي هيحصل. وانت يا أنا خليك فاكر إن الكلام اللي أنا هقوله كلام مهم جدا هو ده اللي احنا ماشيين بيه طول حياتنا. لو سألوك عن أعظم الأعمال الإنسانية
هتكلمهم عن جبر خواطر الناس، لأن اللي يمشي بين الناس جابرا للخواطر أنقذه الله من كل شر حتى لو وقع في جوف المخاطر. واعرف يا صاحبي إن الناس للناس، وإن اللي تمدله إيدك بالخير اعمل حسابك إنها مش هترجع فارغة، بالعكس ده هترجع لك حب في قلبك وصحة في بدنك ورضا وبركة في كل حياتك، وكل خطوة هتخطيها في حياتك ربنا يسترها عليك. ولما قالوا يا غاليين كما تدين تدان، ما كانوش يقصدوا في الظلم وبس، لأ ده انت ممكن تدان لما تكبر بخطر انسان وتسمعه وتحاول تزيل الهم عنه وتساعده وتحاول ترسم الضحك على وشه. يعني من الاخر كده ربنا هيكبر بخطرك وهيرجع لك الجميل وتدان بالجميل اضعاف اضعاف. وخليك يا غالي فاكر ان جبر الخواطر من اعظم العبادات عند ربنا، لان ربنا قال هل جزاء الاحسان الا الاحسان. عد بقى وشوف احسان ربنا هيكون ايه، لان سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى هو الوحيد اللي هيجازيك على جبر الخواطر، لان الضحكه في وش الناس جبر خواطر. ومن الاخر راعوا مشاعر بعض واختاروا الكلمات اللي تقولوها، وخليكم فاكرين العشره وما توجعوش حد بكلامكم، واجبرهم بخاطر بعض وحبوا بعض، لان اماطه الاذى عن مشاعر وقلوب الناس لا تقل درجه او اهميه عن اماطه الاذى عن طريقهم. واللي غلط لو بتحبه يا انا سامحه عشان ربنا يسامحك. واخيرا وليس اخيرا، اوعوا تكسروا بخاطر حد، لأن الخواطر ليست عظاما تكبر بل هي أرواحا تقهر. جبر الخواطر على الله. ودي كانت رسالتنا النهاردة عن جبر الخواطر، ويا رب تكون عجبتكم جدا، وإن شاء الله كل يوم هنقدم لكم رسالة جديدة جديدة جديدة. ركزوا معايا يا جماعة. معاك. طب أنا كنت بتكلم عن إيه؟ على جبر الخواطر. جبر الخواطر. والله كويس. كده أنا هاخد بعض وأمشي بقى. لا لا، عادي. كيف نجبر بخاطرك عاد؟ كيف تقولي تجبر بخاطرك؟ لا والله، لأن شوف استوقفني بأحد المواقف اللي أنا شفته في التلفزيون عن إنسان يعني حاطط قدامه سلعة، وكان حاطط السلعه دي جنب محل يعني محل غالي جدا. فنزل واحد من سياره من عربيه، العربيه دي تسوى ملايين الملايين، ما رضاش يدخل المحل وراح بالذمه للراجل ده واشتري منه الحاجه بالسعر اللي كان هيشتريه من المحل وزادوا فيها واتبسم في وشه. فلما واحد قال له انت بهيئتك وبشخصيتك دي تنزل تشتري من واحد بسيط؟ قال له انا بتاجر مع ربنا، ده حاجه اسمها جبر الخواطر. فقلت خلينا نتكلم النهارده عن جبر الخواطر. يعطيك الصحه والله، يعطيك الصحه صراحه. حبيبي حبيبي. الدخله الحلوه هذه والمزينه بالنسبه للناس اللي قاعدين يتفرجوا فينا ويشوفوا كيف في برشا حركيه في الـ في الـ في الاستوديو. شاف مين وصل بحذانا وصل، اما ما جاش وحده، جاب معاه بنيه تحفونه محلزينها هكا تتبسم. انا من بكري نحب نعرف شكون البنوته. جيبوها سهيل المعنى. يا بحذي يا بحذينا، هي تشبه له هذيك. لا اخذت بسمات عظيمه. انا كي ضحكت نغز الامير. قلت شي حوالك لاباس؟ جيت مع شفا مين؟ اش يكون منك امين؟ خطفها. منين تعرفوا امين؟ هو ولد عمك. ولد عمتك. فما شبيها. شو كيفاش ربنا يبارك فيها ما شاء الله. تو كيفاش معناها انت اليوم تو جبك امين باش تعمل معاها الغسات؟ فما محضرت لنا جاتو بنين. تدخل انت الكوجينه دابيتود؟ تدخل هكا طيب شو تعمل؟ تقلي البريك، تعمل الحشو؟ جا احكي لي، اقرب للميكرو احكي لي بالكدا. ها تعاون ماما في حاجات كيما شنو؟ اغسل الماعون. تغسل معه قداش عمرك ساعة؟ انت ساعة ما تعرفنيش عليها. احنا ساعة 7 سنين. شو اسمك؟ ايمان. عمرها 7 سنين. تعاون ماما في الكوجين. بيه ايمان، احنا اليوم باش نحكيو معاك بعد شوي باش نعرفو شنو تعمل مع ماما في الكوجين. فهمتني؟ يمكن عندك طيب غسات. طيب وهي بتاكل. فوالا. عليها هكا تكون انعام. كان عندها غسات هكا نتاع جاتو نتاع حاجة هكا باش تعطيها لنا هكا ولا؟ باش تعاون الشيف ايمان تدبر عليك انت اليوم. انت اليوم باش تدبر علي. بيه ياسر ايمان. هي باهي الفكره راهو نور يلقى شكون يعاون وكا مين توا في الكروسات يبدا يحضر فيها. اي مد لي ذره ملح، اي مد لي طمطومه، اي مد لي معصره. اليوم ايمان هي اللي باش تعاون. والله يا شيف ايمان انت احسن حاجه انك دخلت علينا وايدك مش فاضيه. احسن هديه جبتها من النهارده. والله ما شاء الله عليها، ربي يحفظها ان شاء الله، ربي يفضلها. امين يا ربي. الوغ ان شاء الله هكا باش نعدي وايميسيون حلوه برشا بكم الكل. كما العاده فقرتنا باش تكون متنوعه وباش يكون برشا فما عندنا العديد من مفاجآت. معلكم كان تتصلوا بنا او تخليوا لي كومونتير نتاعكم على الباج
اوفيسيال امتعنا. هكا اكتمل العدد ونخليكم مع الموسيقى. هذه هي بنت رمضان زيارة يوصلنا معكم الستة واربعين دقيقة بعد ماضي ثلاثة. مرحبا بالناس كل اللي معضلة الموجة لنا. شف مين عصيم؟ عصيم نور مساء نور سي حمزة عميسي صلاح معنا انفيتي هكا انفيتي سيربريز اليوم اليوم باش انا دوب ما هكا ريتها دخلت سيبون عرفت قلت هذيا خذت لي قلبي بالضحكه نتاعها المزينه والمحلاها. ايمان مرتاحه غادي سافا جاوك بالروي ايمان علشان نسمع كويس والناس كلها تسمعك يا حبيبي. ايمان اليوم يظهر لي باش تعمل لنا بعد شويه هي باش تعاون الشيف اليوم في الغوسيت وتعمل تعرف تعمل تشيكن وينز هكا ولا وي عملت تشيكن وينز بكدا؟ مع ماما اليوم ضيفتني عليهم وفرحت بيا وحطت لي صحن قدامي بالوينز وكله مع التشيكن ها اسمع سيزي اما ماما تعاملت في القليين ولا تقولي زي تقلي انت ماما فما تقلي وانا نقديهم ماما تقلي وانت جوست هكا تحركهم فهمت. على الاقل بتساعد على اوكي اوكي هيك امها تعاون فيها ايوه فوالا هي ماما تعاون فيها هي الشيف والام هي الليد معنا صح اي تعرف تو شنو فيهم التشيكن وينجز هما جناحات مليون نحطهم في الفرينة ايوه تو خليها وحدها مين الشيف ايمان عنا اليوم ايوه نحطهم في الفرينة ومن بعد نحطهم في العظام ومن بعد نحطهم في الشابلور في الشابلور تخي تخي بيان هكا ونحطهم هكا يمين يسار بالمقلوب و ها مقدام كذا كل وبعديك هكا يبداو معبين بالشابلور وتبدا نحطوا فما زيت في فما زيت تاع قليل نصوره فوالا نحطوه يسخن مليح مليح من بعديك نبداو نقلي فوالا وتشيكن وينك تحبهم هكاكا ولا فما صوص هكا تكلها معاهم ما فهميش ساس مش في عادات تاع المكسيك عندك شنو نعملوا لهم فيح زعما موناك كيفاش فوحوهم شويه ملح فلفل اكحل نحطوا شويه زعما فلفل احمر انا ماما تفوحهم انت ما فهميش حاجه هكا فيح سبيسيال تحبوا تقول ديما ماما حطي الحاره حاجه هكا تحب حاجه الحاره تحب هريسه برشا هريسه وطن ريت تكون كمان الشباب الكل الشباب الكل ها شو اخر ايمان هكا تعرف تطيبه ولا تحب تاكله اكلتك المفضله من عند ماما هي الدجاج المشوي الدجاج المشوي يعني تشيكن وينجز على فخاذ وينجز على تشيكن نحب التشيكن وينجز والدجاج المشوي يعني كل الطرق تؤدي الى روما المفيد التشيكن التشيكن موجود تحب شك هو دابيتود الصغار تدخلهم شنو تحب يقول لك المقرونه ولا اللازانيا هما الصغار بطبيعتهم اي خاصه اللازانيا نحب تحب اللازانيا تعرف شنو فيها اللازانيا واش تحبها فيها حم مفروم فيها دجاج الحم مفروم ايش في يكون فيها زوزه لا مش الزوزه فيها جبن صوص طماط والبشاميل وبارشا جبن موتزاريلا انا ماما تعملها الحكايه ماما هذا المفيد انت تعرف انت هي تو تشيكن كاو هكا تشيكن تاو تري بيان تري بيان مي انا بعديك نحكيو اكيد على الغوسيت نتاعنا وايمان تكمل اليوم باش تعاونك باش تكون يعاونك جوي بيه صحي في القصار باش نعملوا لها شهوه تقريب شهوه نتاعها تري بيان تري بيان فيها تشيكن ماما فاتشيكن تشيكن تشيكن ما اللي فينا كامل النشل اللي ايمان تحب التشيكن تشيكن بيس يا سيدي احنا كيما كل 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 يوم دائما عن تشنشينا ايمان تعرف عن تشنشينا لا فوالا تشنشينا احنا قبل كانوا يعطونا كطلاع تعرف معناها طلاع فوالا طلاع اما نتاع ناس قبال بكري فوالا كانت هكا مامي تقول لك طلاع ولا تشنشينا ولا حد في العيله لا يحكيوا لك كانوا حكيت تحب الحكيت اي مالا حمزه بعدك ام بابا ديما تحكي لك في الحكيت تخرف لك هكا خرافات وكل شيء تحكي له هو صغير هو صغير كيفاش هذا حكيت اخرى هذا حكيت نوعا ما ايوه اما كلها حكيت البنت دي كنز لازم تحتفظ بيها
يلا نزيد يلا احنا باش نعطيو التنشينة وكان فهمت اعطيني الحل بيه يلا سيدي وقاية التنشينة وقاية التنشينة تنشينة اي سيدي تنشينتنا تقول نحكي لكم على انثى اذكية والشعر نابت اعضاها تتوي اسماء فرطية وما تبدلش اغتاها على انثى ذكية وشعر نابت اعضاها تتوي اسماء فرطية وما تبدلش اغتاها هذه تنشينتنا بالنسبة لليوم تعرفوهش شكون يعرف من حاجة تير حاجة تير عرفت انت ايميل هكا طلعت تنجم تكون هكا حاجة تعرفها مامي قالت لك عليها باغ اكزومبل نو مستبعده الحكايه حتى انا قلت تاه سهيل عندك اقتراح شنو الزورق زربيه نجم يكون بوغ لا بروميير فوا سهيل يعطي هكا حل اللي نجم يكون لوجيك لوجيك ومعقول بالضبط به نعاود التنشينة انس زميلتنا قالت لنا يا نسيش على انثى ذكيه والشعر نابت أعضاها تتوي السماء فرطية وما تبدلش اغتاها تلقاوها ديجا على الباج اوفيسيال امتي يعني وباش تكون اكيد حاجة سهلة ما نجيب سهل لكم اكثر من هكا لا باش نقول الحقيقة انا سنين عليهم نخلي عندكم انتوما الاجابة فوالا الوغ تنجمو تدخلوا باللي كومنتير نتاعكم نعاود نذكر اللي دائما فما انتيراج او سور ديجا اليوم عندنا انتيراج او سور باش دبحكم كادو من اهداء لفريقي جي اس ام وهذه كانت تنشينتنا لليوم وقيد التنشينة تنشينة يا سيدي احنا هكا دائما مكملين معاكم ايمان يعجبك جو التونسي وجو الزياره تعرف هكا التخميره التونسيه الجندبي لا تعش الجندبي تعش اللي عايشه بروتا هكا في اخر العرس يبدو الناس الكل هكا لله عايشه تعرفها هذيك تعرف كيفاش تشطح عليها ما عادش نشطح شوفوا ماك عندهم شطحه سبيسيال اللي يشطحوا على تسقيهم هكا وبداو ينقزوا هكا ولا تحس ها فوالا احنا حمزه اللي نمشي عملنا جو تونسي جو كيف من هكا وانت هكا باش تعرف عليه الجو الرمضاني نتاع رمضان وتونسي باهي تحبوا انا جو رمضان تحبوا جو رمضان شو تحب فيه اكثر حاجه جو رمضان الجو 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 الماكله التلفزه اللمه شنو الجو اون جينيرال الجو يعني هكا تمشي مع ماما تقضي يعجبك هكا اي شو اخ تخ مع ماما في تاتي اه وشو اخ وفي سهري خليك تسهر اكثر من العاده لا انا نقرا 8 معناها وقتاش سي بون فهمي سهريه اكثر من العاده لكن هلا حد ولا السبت هكا منظمين تحيي ماما بابا منظمين في الوقت يا ايمان ايه المسلسلات اللي تحبي تتفرجي عليها في رمضان ده فهمتني اي فهمتني سبع سنين تبارك الله اسبوع معقول جدا شوف لي حل محب محبوب الجماهير شو اخر فماش دي سانيمي هكا تفرج عليهم ديم نو انا تحب حاجه تاع الكبار تفرج على عندي وقت اني قطوس 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 نور هي قطوس الرماد قطوس نور هي قطوس نور هي هذا مسلسل ولا سينمائي لا هي نور هي عندها قطوس مسلسل بيت نعرفو كان قطوس الرماد هذاك نتاع مسلسل يجي في قناه تونسيه نسمع فوالا اكزاكتومون بيه احنا باش نعملو جو من نوع اخر جو باهي هكا تعرف شو معناها بندير لا ما تعرفش معناها بندير هكا ايمان هذا البندير ما حضرتش هكا مره في ايفينمون ولا في عرسك ويبداو شادين في حزب ريتهم هكا عاولين باش نوريك اكثر باش نعرفوك اكثر بالبندي يا سيدي يلا سي حامد والله فما لفته هكا صغرونا هكا رحنا حكينا على الدجاج وحكينا على الواحد وفي حضور امونا المزيانه صغرونا اللي جات بحضينا اليوم حبيت نفرح بها في غنيه نتصور هي حفظتها هي حفظتها هكا فيها الدجاج هكا واحد تصور ديكي حفظتها اه هاي الغنية معايا هاي الغنية لا فيرسيون ديكي
بالبندير هذه شو ما حصلتش هذه ما حصلتش معناها عايش خناها معايا ايمان وانتم اللي حاضرين حافظها صلاح تعرفها شكون ما عرفش ديكي ديكي انت سيدي طبعا ذكر الله بس وانا معاك اهو ديكي بسم الله يلا سيدي ديكي ديكي انت صديقي انت انيس البيت رفيقي صحف الداري الكل شاري واشرب ماء من ابريقي ديكي ديكي انت صديقي انت انيس البيت رفيقي صحف الداري الكل شاري واشرب ماء حمزة بالشيخ سيف الدين زيدة اللي دائما منورنا على هالأجواء الرمضانية والنفحات وي على الأقل هاي شفت فيكسيو عمرها اللي معناها ما شافتها قبل ألو شقولك إيمان في الجو التونسي هكا به جو اي تري تري بيان هي جونا دائما ان شاء الله هكا ندخلوا لجاركم بالموجات الايجابيه بالحاجات الباهيه ودائما بالبركه ان شاء الله يا ربي تصوموا وتفطروا بالصحه والعافيه يلا احنا مازلنا مكملين معاكم بعد شويه باش نتلاقى مع الشفامين في غوسيت توكال توتويت روتور مع الموزيكا ورجعينا 14 دقيقه بعد الاربعه مرحبا بالناس كل معضلة موجتها علينا مرحبا بالناس كل اكيد دخلت هكا الكوجينا اللي مروحه للدار نونسوكم احنا وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا لقيت هذا نعطيكم الدبار ما بين المالح والحلو دائما مع شيف امين رماح توتويت في غوساتوكال غوساتوكال
يلا سيدي كيما العادة عنا الغوصة نتاعنا ما بين المالح والحلو دائما. إيمان أمين شفتوا هكي طيب حاجات بنينة؟ معناها هو مش ديما بحذينا ألف ضع فولا شفت السكوب تاخذه من عند الصغيرات معناها أه؟ كليت حاجة هكي من عند بنينة مرة؟ اها واضح اوكي هذه قالتلك ما كنت حتى شيء من عندك يا امي يا ريت يا امي اليوم شو معنا في الغصه تاعنا يلا نحضروا باش نعملوا اليوم الطقس سخون شويه هكا ويكاند لعبت كل تعبه باش نعملوا حاجه خفيفه باش نفوحوها ونخليوها تطيب في عقلها ونمشيو نرقدوا على رواحنا فيت في دونك باش نعملوا اليوم بولي روتي باش نعملوا هكا باش نعملوا فيه فارس مزيان بولي روتي نحكيو على البولي كامل دجاجه محشيه نقولوا احنا هاي دجاجه كامله اونتيير دونك باش نبداو باللي تاب الاولى اللي هي ناخذوا الدجاجه بتاعنا نغسلوها بشويه ماء وخل ولا شويه ماء وقارص نعملوا لها الماريناد نتاعها ماذا بينا نعملوا لها كل انسيزيون معناها نجرحوا شويه سورتو البارتي نتاع الصدر البارتي نتاع الافخاذ نحاولوا نشرحوهم شويه نعملوا الماريناد نتاعنا نخلطوها في كيس كيس يكون فيه مغرفه متارد على شطر مغرفه هروس على شويه كليل وملح وفلفل وكحل كليل مرحي حبق مرحي معناها شايح مرحي نجم نحطوا شويه زعتر هكا كل نقولوا احنا الحشيش يمشيو بالكدا مع ليفولاي بصفه عامه دونك نخليو الدجاجه نتاعنا ذي ترتاح بالكدا نجمو فما استوس نعملوها باش تطلع كل قشره كروستيون فوالا معناها ناخذوا بزوز صوابع ندخلوا صوابعنا بشويه بشويه بدو معاهم شويه ما دافي هذه على الجلده معناها اي تحت الجلده وفوق اللحمه الجلدة. معنا نخليهم من نحيوهاش غير من الجلدة ذيك الجلدة من نحيوهاش إذا نحبوا مثلا فيها مثلا شوية نقولوا احنا مثلا مشي منظفة مليح نجموا نحرقوها على النار بالوقت بعد نغسلوها بطبيعتنا أما بين الجلدة واللحمة نحطوا شوية زبدة تبدأ الزبدة ترية ذيك ما تبداش باردة حطها غادي نعملوا الفراحة متاعنا البنين ديما نعملوا كلانسيزيون باش معنا الانسيزيون هيك التشريحة صغيرة في وسط اللحمة باش يدخل الفاح في وسط اللحم ونجمو نزرقوا له راه فما اسوس ناخذوا زريقه نعملوا الفاح نتاعنا احنا ديجا محلول يبدا ديلوي معناه يبدا ليس ويبدا يتعاد ونزرقوا في وسط اللحم نزرقوا كيغيمون في وسط اللحم نزرقوا في وسط اللحم نزرقوا الفاح نتاعنا في وسط اللحم اسوس في وسط اللحم مش تحت الجلد ولا حد في وسط اللحم طوله جيو مثلا بارتي الفخاذ نعملوا له زريقه بارتي انجكسيون انجكسيون تاع الفحات نوليو جراحه عامه جراحه عامه فوالا هذا في ما يخص نخليوها معناها توا ياخذ وقت الماريناد يقعد جينيرالمون يقعد ساعتين في الفريجيدير نغطيوها ببابي سيلوفان بالطبيعه باش ما تشحليش خليوها في الفريجيدير تاخذ وقتها كل فاح هذاك يبدا يقر ماه نجم نحطوا فيها مثلا بصله ثومه نحطوا فيها شويه ليجوم معناها في وسطها فهمتني هذوما بالنسبه لل معناها الماريناد نتاع البولي بالنسبه للفارس نتاعنا قلت نعمل شويه رز بالفيكيا يكون هو كل لاكومبانيومون نمش نعديو بيه الدجاجه نتاعنا حمزه قدامي بيخ مسكين عينه تحس وكأنه الدجاج وبالاكومبانيومون نتاعو نجمو ناخذوا الروز باش نعملوه فيت في ومش نعملوا فيه اسوس باش ما يعجلناش في وسط الكويسون تاع الدجاج داكور ناخذوا شويه فرويسيك مثلا نجمو ناخذوا لوز ناخذوا بفريو نقليوها في شويه زبده نحمروها نجمو نزيدوا كشوفو دونج نقولوا احنا كيما الفيرميسيل هذيك نقليوها في الزبده زيد تعطي ارير جو بنين على الاخر سورتو تبدا كريستيان تاكل القرمش قليوا الروز والبصل مع بعضهم جست لين الروز تبدا تترشق الكعبه تولي بيضه كريمه نمرقوا بالنسبه للكونتيتي نتاع المرقان قد الروز قد الماء هو جينيرالمون نحطوا مره وشطر احنا ماء اما احنا باش نحطوا قد مثلا على صحفه روز نحطوا عليها صحفه ماء مغطيوها نطيحوا عليها النار على الاخر جست يشيح الماء هذاك نحطوا الروز نتاعنا في وسط الدجاجه نتاعنا دونك الكويسون انا ديما ما نحبش نستعملك الساشي وما فهم برشا يحطوا
ساشي وفور سوا ديزون باش تعطيني كولوراسيون الكل. اما لو فيت اني تبدا دجاجة بيان ماريني جاوها بي اما كليساك وفور هذوك يحطون فهمتني خليها تعرق مثلا تعطيني كولوراسيون مصدر ومن تالي تجيني مثلا فيها برشا ماء ما تجيش الجلده بنينه صديقو ديما نقول نحطها كيكا طول هي تقعد 45 دقيقه لساعه درجين درجه حراره 200 درجه دونك ماذا بينا احنا كل ربع ساعه نعملوا لها ربع دوره معناها نشدوا مثلا بفرشيطه بحاجه نقلبه مره تكيو على جنب اليمين مره على جنب اليسار مره تكيو على صدرها مره تكيو على ظهر على جنب ولا ظهر تعطيني هذيك كولوراسيون تكون بيان كويت مشيرات الكل تبدا دجاجتنا جوها باهي امورها طيبه 5 ساعه واضح ايوا دونك نجمو زيد كوم اكومبانيومون نزيدو هكا شويه ناخذوا كعبه بطاطا نعملوه مفور البطاطا الفاح نتاعهم ملح وهروشتك لراو جربتهم انا البارح ايوا شو نحكي لك مشيت للمكسيك انا البارح مشيت للمكسيك ياخذك البطاطا نتاعي بتبيعها بالقشره نتاعها عملت لها شويه زيت وهروشتك وشويه ملح ورميتهم في الفور خليتهم يقراو على رواحهم وكهو من بعد كليت ونحكي لكش حاجه اخرى قهوة ذي يا سيدي البلا السالي بتاعنا خفيف نظيف شايح ما يخوش وقت معناها الوقت كل نقولوا احنا في المارينات في وفي الكويسان نجم نحطوا معناها الدجاجة بتاعنا الطيب ترك عجوها ونمشي ونرتاحوا على رواحنا احنا ونبدا عنا بلا كومبلي من جميع صحيح فيه يعني البروتيين فيه كل شيء يعني حاجه لي فيكولون لي ليغوم معناها المكونات نتاع بلا نقولوا احنا ديتيك كون هو مثلا 180 غرام بروتيين 60 غرام فيكولون على 60 غرام نقولوا احنا معناها لي ليغوم والكل براتيكمون في كل شيء فوالا فوالا عن هذه في الملح بلا كومبلي بي نمشيو للحلو ماله نمشيو للحلو باش نعملوا هو لا يمثل بالطبيعة سبحان الملك لله باش نعملوا جاتو يتسمى جاتو ديزانج جاتو ديزانج هذا سي الجاتو جاتو الملايكة لا يمثل ما انا نقربوا دونك سي الجاتو هذايا هو يجي معناه اباز ابيض عظم احنا باش نزيدو حاجه كنبنوا بيه نقربوه شويه للتيراميسو اما هو باش يجي طايب معناه التيراميسو ما يجيش طايب يجي كرو معناه نايم دونك نبداو بالانجريديون تاعنا باش نسحقوا 125 غرام فرينه 300 غرام سكر باش نسحقوا 10 ابيض عظمه كل الاصفر نتاع العظم نجمو نستعملوه نستعملوه في الطاجين نستعملوه في فارس نستعملوه في اي حاجه نعملوا بيه حتى اومليتات للجماعه اما احنا باش نسحقوا 10 ابيض عظمه باش نسحقوا بالضبط مغرفتين نتاع قهوه معنا مغرفتين صغار جو دو سيترون معنا 10 قارص نقولوا احنا باش نسحقوا كان عندنا فاني معنا فاني ليكيد ولا اذا عندنا ديغوس هذا هو شيف هكا سي الجاتو ديزانج هو ديزانج هو دي ديو ريالمون مي الاسم الحقيقه ما احنا اكيد فوالا معقول جدا قلنا باش نسحقوا احنا مغرفه فاني هكا ماذا بينا يبدا سيرو ولا يبدا ليكيد وباش نسحقوا رشه ملح صغيره دونك قلنا لي زانغريديون هذوما نتاع 6 من الناس مده التحضير بريسك تقعد 45 50 دقيقه دونك نبداو بالليتاب الاولى ناخذوا الفرينه نتاعنا هي 125 غرام فرينة نزيدوا عليهم 100 غرام سكر أكهو من اللول من اللول 100 غرام احنا عنا 300 غرام سكر باش نسحقوا احنا 100 غرام سكر دونك هذوما نخلطوهم مع بعضهم ونخلطوا عليهم شوية الملح في الاخر ماذا بينا الملح بعد ما نخلطوا الفرينة والسكر بعد نخلطوا الملح نعملوا تحريك البريباراسيون اللي هي مازلت شايحة ناخذوا أبيض العظام تاعنا نعملوهم معناها مونتي او نيج تسمحنا نقولوا احنا تعمل لنا كل كور معناها تبيض وتطلع دونك الابيض نتاعنا فما استوج باش نسرعوا معناها احنا المونتاج باش نطلعوا بالسيترون حاجه اسيد يعطيني رياكسيون فيسع ما يطلع لي ماذا بينا بفوهي ولا حتى معناها اذا عنا روبو ولا عنا ملكسور ولا تو دي بون كل واحد كيفاش دونك من بعد في وسط الابيض العظم هذايا اللي طلعناه باش نخلطوا كل 200 غرام نتاع السكر اللي قعدوا نبداو
معنا اون بلوي نقولوا احنا نرشوا بشويه بشويه على الابيض نتاع العظمه السكر نتاعنا ومن طو احنا قاعدين نركضوا في الاخر بالكل نزيدوا شويه الفانيل مغرفه هذيك باش تعطينا الريحه البنينه تعطينا المطعم البنين نظمنا الامور. دونك ناخذ المول نتاعنا القوه في البريباراسيون هذه انه المول باش يكون لا فيه فرينه لا فيه زبده وبابي كويسون لا زيد لا حتى بابي كويسون اللي خضر ديجا كي باش يطيب باش يفوش باش تتسيب كي باش نعملوا احنا فرينه ولا زبده عباره بشوي عندي عظمه مقليه خاطر باز واحد معناها فهمت كله معناها دي زو وكل اي خاطر قلنا معناها تو بعد البلون نيج وكل باش نعملوا انكوربوري معناها ندخلوا الابيض هذاك اللي ديجا بالفاني وبالسكر وكل شيء باش ندخلوا في وسط الفرينه والسكر والملح لحال اللي حطيناه محد من اللون بعد نصبهم في المول يقعدوا يطيبوا بالضبط لمده 45 دقيقه على 180 درجه كمل الطاب سير جاتو نتاعنا باش ناخذوا هكا انا باش نزيدها محاله هي هكا انسبيري معناها من حاجه باش ناخذ هكا لي لونغ دو شا نقولوا احنا كل بسكويت الطري البنين هذاك نعملوا له ضربه خفيفه في القهوه واللي يحب مثلا يحب يزيدوا كراميل اللي يحب كل واحد وشنو يحب يزيد مش نعملوه معناها على الكونتور كيما كعبه الكيت كاتك الجاتو كيت كات يبدا هذا باش نعملوه احنا كونتور باش نخليه يبرد مع بعضه والجلاساج نتاعنا باش نعملوه بمعجون بيكان البنين باش نعملوه بالفريز دونك باش ناخذوا الفريز نتاعنا مثلا على شطر حكه كيما قلنا البارح ناخذوا شطر كيس ماء شطر كيس ماء عشطر حكه نخليهم يطيبوا مع بعضهم كان معناها الواحد جناليس انو صفا معناها نعملوا الجلاساج نتاعنا كان مشو ليس نجمو نعملو معناها نرحيو بالميكسور فهمتني وتمشي امورنا منظمه. هذا سي الجاتو نتاعنا جو بي 5 5 صحه بالشفاء للناس الكل يتقدم ديما نقولوا احنا نجم نعملو في افخوا شويه ديكوراسيون نتاع كريم شانتي نجم هو احنا باش نعملو جلاساج من فوق جلاساج سي بون معناها نجم نحطو مثلا كعبه فريز نجم نحطو كعبه غله هكا زينه على جنب خفيفه صغرونه فوالا الو يتقدم مع القهوه نتصور مع حاجات كيف من هكا تجي واللي يجي خفيف على الاخر معناها خفيف فوالا يتهشش يتهش يجي هكا تكستور تتهشش يجي مش كروستيان معناها ما يبدا كلمة قريب للمورانغ اطرى شويه من المورانغ داكور بلي في قداش من درجه يطيب هذا 180 خاطر المورانغ عنده مشكل هذاك المورانغ ما قلنا ديجا على السكر والكل الصام تاع السكر تسحق معناها شويه تكنيك واضح شيف الو يعطيك صحه الو غادي كان الملح نتاعنا لليوم البولي فارسي والجاتو دي زانج ميرسي بيان كانت روسيت توكال روسيت توكال يلا احنا مكملين معكم باش نخليكم مع موجز الانباء مع الزملاء من قسم الاخبار ومكملين معكم بالموسيقى التونسيه يلا احنا مازلنا متواصلين معكم دائما بالموسيقى التونسيه. مرحبا بالناس اللي قاعده تابع فينا على الباج اوفيسيال نتاعنا لقيت هذا دائما لقيت صندوق عجب صندوق عجب صندوق عجب أكيد في صندوق عجب دائما عنا حمزة بشيخ. مرحبا يا حمزة. السلام نور. مرحبا كيف المستمعين الكل. مرحبا بضيوفنا اليوم صغرونا مونة. هيا اليوم مونة مش تسمع معنا الحكاية اليوم سيدي مش نحكيه على جزيرة تعرفت أنها تونسية لكن ما هيش في تونس يحكيوا على جزيرة صغيرة في قلوب التوانسة كبيرة زرعوها زيتون وكرموس وعمروها دويرة يقولوا اللي اعطاها للطليان بدلها بعروسه في تصديره الله اعلم حكايه غريبه. جزيره ايطاليه اسمها بنتالاريا عاشوا فيها المسلمين من ايام الغالبه وقعدوا فيها سنين وسنين يحكيوا تونسي ويلبسوا تونسي وياكلوا تونسي وحياتهم كلها تونسي في تونسي حتى لين خرجوا منها بعد سنين وقعدت حسرتهم بين العينين كيفاش صار هذا
وين هم التوانسة اللي كانوا فيها؟ وزعم صحيح البي باحة بجارية طليانية باش جابت الولي العهد كما يحكيه يجي ونتعرفوا مع بعضنا على الحكاية الكاملة لجزيرة بنتالاريا. بنتالاريا سمعني قبل ما وين موجودة هي تاو؟ موجودة في إيطاليا. في إيطاليا في إيطاليا تتبع معناتها يقولوا تتبع إيطاليا جنوب إيطاليا في إيطاليا بي نعرفوا بالجزيرة الاسم بنتالاريا وأصل التسمية جي مترجم من عند المسلمين اللي سماها قوصرة. أول ما فتحوها واللي يقصدوا بها سلة وكيما سموها زادة بنت الريح على خاطر الريح فيها مطلوق. موقعها يجيب بين قلب المضيق بين تونس وإيطاليا وتبعد حوالي 70 كيلومتر على نابل و100 كيلومتر على صقلية. بنتالاريا أو قوصرة تاريخها مع بلادنا ما بداش بركة من أيام الفتح. بنتالاريا كانت من قبل الميلاد متحالفة مع قرطاج ضد روما وكانت واجهة متقدمة للقرطاجيين في حربهم في صقلية. الأهمية الاستراتيجية لموقع بنتالاريا عرفوها المسلمين أيام الدولة الأغلبية، هذاك علاش بنا فيها أسد بن الفرات قاعدة عسكرية كبيرة للجيش الإسلامي اللي فتح صقلية وعاشوا فيها المسلمين سنين طويلة. بنوا فيها وعمروا فيها وعباوها بغابات الزيتون اللي هزوهم من تونس وبرشة أنواع أخرى من الغلة كيما الكرموس كيما العنب. عهد المسلمين والتوانسة في بنتالاريا بدأ في التراجع مع احتلال النورمان عام 1123 وقعدت تحت سيطرة العائلات النورمانية حتى لين جت عائلة هوهن شتاوفن الألمانية. عملت اتفاق مع السلطان الحفصي في تونس عام 1231 باش يقسموا الجزيرة المسيحيين اللي يحكموا فيها والحفصيين تجيهم خيراتها ومحاصيلها. حتى لين توفى السلطان الحفصي بعد 10 سنين تقريبا، وقتها نقضوا المسيحيين المعاهدة واستولوا على كل شيء في الجزيرة وبدأت عمليات الاضطهاد ضد المسلمين. الدولة العائلات المسيحية على حكم الجزيرة واللي من بينهم كانت عائلة الأرجون الإسبانية وبعدها الحكم الإسباني الموحد اللي سلم الجزيرة لفرسان مالطا. وقتها بدأوا في عملية تنصير كبيرة ضد المسلمين ما تبعدش على اللي صار مع المسلمين بعد سقوط الأندلس. الشيء هذا خلى العثمانيين يدخلوا ويسيطروا على المدينة عام 1553 لكن هالسيطرة ما دامتش برشا ورجعت الجزيرة في يد فرسان مالطا عام 1866 وقت اللي نظمت الجزيرة الحكم المملكة الإيطالية بعد توحيدها. ومن وقتها لليوم بنتالاريا تتبع التراب الإيطالي. التأثير التونسي على سكان بنتالاريا كان كبير برشا وقعد سنين وقرون. نلقاو مدن أسسها التوانسة في الجزيرة وقعدت محافظة على اسمها التو كيما بوجابر وكيما بلاطة وكيما المرسى وكيما المنيا وكيما الجبل وكيما الشرفة والشمالية والكودية وحروشة والخربة والسلوم والخنقة وغيرها وغيرها. كيما نلقاو في كلامهم زادة برشا مصطلحات تونسية كيما سكارة والمصطبة والبيفرة وسبالة وحفيان وأكثر من هذا زادة. باش نزيدكم حاجة أخرى زادة باش نحكيو على الماكلة اللي طيبوها، يطيبوا كسكسي بالحوت والشكشوكة. ونلقاوهم زادة يلبسوا القشبية والبرنوس والشاشية كيف نساء الجزيرة قعدوا يلبسوا في اللبسة التونسية المعروفة قبل وكانوا زادة يغطيوا وجوههم كي يخرجوا من الدار كيما كانوا يعملوا نساء تونس بالضبط قبل. توا نرجعوكم لحكاية البي اللي باع الجزيرة مقابل جارية. الحقيقة هذه ما عندهاش حتى سند تاريخي صحيح 100% لكن الحقيقة الثابتة 1000% أنه بنتالاريا جزيرة تونسية أصلية عاشوا فيها جدودنا ويمكن ياسر برشا واليوم هي تتبع الدولة الإيطالية. ما على قليلة فما هكا أصول تونسية وراء المدن يعني أو البي يعني المتوسطية يعني الميديترانيان تحس ديما عنا فما حاجه من بعضنا كما تونس ايطاليا حتى في عاداتها التونسيه والزي والاكلات طاغيه هناك في صحيح حتى في العادات الماكله في الزيتونه كل شيء هو روى الزيتونه ريت البكرات الزيتون تهزوا من تونس معناها حسب الحكايه والتاريخ معناها شو قال تهزوا بكرات زيتون وتزرعوا كما بكرات الزيتون والعنب والخوخ فهمتني وحتى الطماطم
ثم حكايه معروفه يقولوا معناها الطماطم كي جات معناها جابوها الاسبانيور من امريكا الجنوبيه وقت اللي صار الاحتلال معناها وشيء كي جاوا من جمل البلايص اللي جاوها الاسبانيور المروسكيين جاوا لتونس من جمل البلايص اللي قعدوا فيها جابوا معهم بكورات الطماطم هذيك نحن زرعنا طماطم قبل ايطاليا قبل ايطاليا معناها ايش رايك انا انفلونسيناهم على الاقل باش اللي هي بلاد الطماط كما تو معناها فهمني كطوروا في الطماط البي سولي البي باسكي تسميهم صحيح ولا يعطيك صحة هكا حمزة على اللمحة التاريخية على هالجزيرة الحلوة هذه برشا برشا وي من المنظر اللي هما يشوفوا فيه الشط اللي فيها الشط اللي فيه عالمي طيارة مش نورمال اكزاكتلي تحس في روحك في المالديف وتحس بالحق تشوف في الطبيعة الحلوة الناس اللي قاعدة تسمعك مش قاعدة تشوف روح احنا قاعدين اللي يحب يمشي يهز شاف امير معاه شيخ ماكلة غادي قاعدين نوريو في الجماعة اللي قاعدة تتفرج علينا على فوالا في التصاور نتاع الجزيره هذه يعطيك صحه مره اخرى حمزه بالشيخ هذه كانت صندوق عجب صندوق عجب صندوق عجب يلا احنا من ايطاليا باش نرجعوا لتونس ومشينا لمصر دائما مع صلاح في تصفيت مع المصريه مع المصري وتوا وقيت مع المصري مرحبا صلاح يا مرحبا يا نورو وكافه الساده المستمعين اذاعه الحياه الله يخليك يا سيدي مرحبا بيك وبامونه الجميله اللي منورانا النهارده اللي عامله لنا احلى جو واحسن مفاجاه دخل الشيف امين بها علينا من يوم ما شفنا وشه الحلو كده يا رب ان شاء الله يبقى دايما كلك مفاجات زي دي النهارده هنحكي حاجه جميله شهر رمضان المبارك شهر معروف عنه بالفتوحات الإسلامية وبأحداث تاريخية ووقائع كتيرة فعايزين نسرد مع بعض شوية يعني من الحاجات اللي حصلت في شهر رمضان المبارك لما نيجي نتكلم عن شهر رمضان المبارك هنقول في السنة الأولى للبعثة سنة 610 ميلاديا قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام تحديدا في شهر رمضان المبارك نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام ده كان في شهر رمضان ودي كانت أعظم حدث تاريخي وكان ربنا برحمته من على البشرية يعني نزول الوحي على الرسول لإخراج الناس من الظلمات إلى النور في ظل عبادة الأوثان والأصنام دي الحاجة الأولانية كمان في شهر رمضان المبارك في السنة الأولى للهجرة بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام سنة 623 ميلاديا تم تشريع الأذان لإقامة الصلوات لما كان المسلمين يحبوا يجوا يصلوا كان بيصعب عليهم معرفة وقت الصلوات الخمس فتشاوروا بينهم وبين بعض فلما جه الليل كان أحد الصحابة عبد الله بن كان اسمه عبد الله بن يزيد رضي الله عنه وهو في المنام جاله راجل دله على الأذان وصيغة الأذان وكيفية الأذان فلما طلع النهار راح للنبي عليه الصلاة والسلام وقصله مع حدث فالرسول قال له إنها رؤية حق وأمر سيدنا بلال بن رباح اللي هو مؤذن النبي أو مؤذن الإسلام أو أول مؤذن اللي هو إيه يقيم الأذان وبقت دي صيغة الأذان المتبعة كمان في رمضان وقعت غزوة بدر الكبرى في 17 رمضان في السنة الثانية للهجرة سنة 624 ميلاديا وكانت الغزوة دي بين المسلمين بقيادة الرسول عليه الصلاة والسلام وبين مشركين قريش وكان فيها عدد المسلمين ما يقرب من 310 أو 300 وفي رواية 307 وكان عدد المشركين حوالي 1000 وكان فيها النصر والغنيمة للمسلمين والغزوة ديت يعني ساهمت كتير في رفع يعني في كسر شوكة القريش والكفار وفي رفع معنويات المسلمين وزيادة عزة الإسلام كمان في رمضان في السنة الثامنة للهجرة سنة 630 ميلاديا في حدث يعني تاريخي مهم جدا اللي هو حدث فتح مكة لما الرسول عليه الصلاة والسلام رأى في المنام انه هو هيفتح مكة وبشره ربه سبحانه وتعالى ان فتحنا لك فتحا مبينا فبعد نقد اليهود لصلح الحديبية دخل الرسول بجيش بقوامه حوالي 10,000 من المقاتلين ودخل فاتح مكة لكن فتحها بالسلم وفتحها بالرحمة لدرجة ان هو لما دخل فالرسول قال لأهل مكة ما تظنون اني فاعل بكم قالوا له اخ كريم وابن اخ كريم قال لهم اذهبوا فانتم الطلقاء وكان من نتيجة فتح مكة دخول عدد كبير جدا من الكفار قريش للاسلام وعلى رأسهم ابو سفيان كمان في رمضان سنة 92 للهجرة فتح الاندلس بقيادة طارق بن زياد دي حاجة ما تتنسيش
كمان في بناء جامع الأزهر في مصر سنة 261 للهجرة وعام 968 ميلاديا، ويعود يعني يرجع التسمية في عهد الفاطمي نسبة للسيدة فاطمة الزهراء بنت النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا جامع الأزهر هو يعني يقابله هنا في تونس اللي هو جامع الزيتون اللي هو منارة الإسلام، ويعتبر حارس للعقيدة الإسلامية وبيخرج العلماء وبينشر العلم والإسلام في كل ربوع العالم كله، العالم العربي والعالم الإسلامي. كمان في رمضان في 26 من شهر رمضان المبارك سنة 583 هجريا وسنة 1187 كانت ميلاديا كانت معركة حطين في النصر صلاح الدين الأيوبي لما انتصر على الصليبيين ورجع تاني للمسجد الأقصى لحضن الإسلام. ربنا يعني يعيد لنا المسجد الأقصى يا رب، اللهم أمين. فكانت المعركة الخالدة للنصر صلاح الدين هي معركة حطين. كمان في رمضان سنة 732 للهجرة عام 1332 ميلاديا اتولد احد الفلاسفة واحد المؤرخين، واتولد في تونس كان اللي هو ابن خلدون عبد الرحمن ابن خلدون، وهو رائد علم الاجتماع وصاحب مقدمة، وكان له اراء ونظريات في يعني وقوانين في العمران وفي بناء الدولة، وكان فيلسوف ومفكر كبير. وطبعا مين فينا في العالم العربي بصفة عامة وفي تونس بصفة خاصة ما يعرفش ابن خلدون. كمان في رمضان سنة 1393 هجريا عام 1973 وبالتحديد في 10 رمضان انتصار مصر في حرب اكتوبر على اسرائيل، وكانت ورجوع سيناء للحضن العربي والحضن المصري، وكانت المعركة دي بين مصر وسوريا ضد إسرائيل، وما كانتش بتحارب إسرائيل لوحدها، يعتبر كانت بتحارب الغرب كله لأن الغرب كان هو اللي بيمد لإسرائيل بالسلاح. بس للأسف ما يعني هضبة الجولان السورية ما زالت محتلة، ربنا يعني يعيدها تاني للحضن العربي. كمان لما نيجي نتكلم في رمضان حصلت معركة اسمها معركة عمورية، تمام، معركة عمورية في عصر المعتصم لما صرخت مرأة قالت ومعتصمة، فبعث برسالة من معتصم أمير المسلمين إلى كلب الروم، والله لا يأتين بجيش أوله عندك وآخره عندي ولا يأتين برأسك. فدي كانت بعض الأحداث التاريخية والوقائع والفتوحات الإسلامية، يعني نقطة في بحر مما حدث في رمضان. فيعني شهر رمضان مليء بالأحداث، وكل فترة إن شاء الله لحد نهاية شهر رمضان هنجيب بعض الوقائع والأحداث التاريخية اللي حصلت في رمضان. يعطيك صحة. ودي كانت حاجة بسيطة. يعطيك صحة صلاح، هذا ما هوش جديد عليك، دائما مدخلنا هكا في الموند والحلو والمزيان دائما في مع المصرية. مع المصري وتوا وقيد مع المصري. شوف احنا راهو اخر جمعه عندنا تيراج سوغ امنه، شفتم الاسامي اللي عندك غادي والبول هذيك النحاس فيها برشا اسامي، راه انت باش تخلط لهم هذوك مليح مليح قرعه وباش نعملوا هكا كل القرعه كما قال مين، وتختار لنا اسم والاسم اللي باش تختاروا انت هو اللي باش يربح كادو من عند اللي فيه اسم. اش قال في الحكايه؟ اوكي يلا للهالو، انت خلط 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 اللي انت خلطت وركحت الامور. احنا ان شاء الله ابارتير من لاشمن بروشين ان شاء الله باش يكون عندنا كونسيبت حلو برشا ومزيان، نحبوا هكا نقربوا منكم ونتقربوا منكم ان شاء الله باش يكون معاكم هكا كونسيبت حلو برشا برشا الجو مزيان، باش تكون الحياه تفهم معاكم في الشوارع التونسيه. محضرين لكم سيربريز ديجا، باش نلقى صلاح معاكم غادي و مش يكون حذر فزر يا صلاح سيربريز اكيد مزيانه بالنسبه للمستمعين الكل. وان غران ميرسي لي بارفيمري الحليوي اللي باش تعمل لنا اكيد لي كادو المزيانين هذو ما بارفيمري اكيد الحليوي نلقاو فيها كو لي زارتيكل لي بارفان هوم et femmes, tout ce qui est les articles de maquillage,
tout ce qui est les articles capillaires. أكيد بارفيمري الحلوي تفرح بكم وتدللكم أكيد هذه كله أكثر معانا أبختير من نهار الاثنين باش نجيو نحكيو عليها بأكثر تفاصيل الأسبوع القادم وأخترنا حطوا في بالكم نعيد حق الملح عيدي وسنين ديما عيدي وسنين ديما بما أنه حاجاتها كافيوحة ومزيانة بالضبط بارفيمري الحلوي خمت في حق الملح بما انه بارفيمري الحلوي قالت لكم المدام تعبت في الكوجينا المدام هكا ياسر وقفت ياسر لي مسيو اللي يسمعوا فينا هما اللي باش يعطيو حق الملح للمدام اكزاكتومون الوغ ان شاء الله باش تكون معنا برشا بلان سوربريز وبرشا مفاجات شكرا كبير مره اخرى لي بارفيمري الحلوي اللي ديما ديما مدلتنا اوي ديما مدلت بارفيمري الحلوي ديما مدلت اي سيد اي امونه يلا نكملوا بالتيراج اعطيتنا شي اسم خلط 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 اي ماما زمنها جايه جايه بعد شوي ايوه وتقراهن انت زيد تقراهن انت سعيد نسم احلام احلام حسين هكا وراها الكاميرا الورقه هذه هاي الكاميرا لهنا اللي بحدينا فوالا يعطيك الصحه احلام حسيني او حسيني هي الجنيونت معانا اكيد تجي في كل وقت احلام وتسلم الكادو نتاعك جي اس ام alors اليوم فيت في اتعادت الحلقه والله يخرجني احمد نعرف اللي الوقت الحلو يتعدى في ساعه في ساعه مشكوره لكيف الكل اللي كانت معاكم ساعه ميرسي لكيب تكنيك اللي كانت معاكم شكرا كبير زميلنا احمد البقلوفي ليك انت زميلنا سهيل زميلنا امين زميلنا احمد زميلنا سيف الدين بولاريس وزميلتنا انس سينون زيد ان غران ميرسي لليكيب الكل اللي كانت معاكم حمزه بشيخ ان شاء الله تكونوا عديتوا وقت مزيان اليوم معانا ان شاء الله عجبتكم فقراتنا المتنوعه ونقول لكم شهية طيبه ونبيتي سيدي منورنا كما العاده صلاح صلاح انا خايف من احمد يا احمد شكرا بس اقول اكثر من كده مرحبا بك سيدي شيف امين يعطيك الصحه يعطيكم الصحه بون ويكاند ان شاء الله ايامكم كل فرحه ان شاء الله ربي يقوينا على الصيام والقيام اخويا احمد يحب يطردني سي امين يا ربي ايمان هكا الامونه الجميله شنو تحب تقول هكا البابا وماما اللي يسمعوا فيك و للميشن واللي تحب تقول كل واحد شكون تحب تسلم شو قاعد تراني جاني الميكرو هذي اي هذيك باش نسمعك بالقدا تراه 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 حتى اعاونها حمزه هاي فيت في عشكو تحب تسلم ماما وبابا واخواتي ماما وبابا واخواتي هاي وشو تقول لهم وحب نقول لهم رمضانكم مبروك يعطيك الصحه لالا وقول لهم عيدكم مبروك على ميتي انت وعيدكم مبروك على ميتي بون ويكاند بون ويكاند صحيح كلهم يعطيك الصحه لالا ويعطيكم الصحه الناس كل اللي رافقتونا كنت معكم نور بيجي من قدام الميكرو ان شاء الله نتلاقاو معكم الاسبوع الجاي برشا كادويت ومفاجات تستنى فيكم ان شاء الله بون ويكاند للناس الكل صوموا تفطروا بالصحه تصحوا على الف خير مع بنت رمضان الجو معنا ياسر مزيان انتي يلي تسمع فينا جبنا لكم دبارة بنينة في وسطها حكاية وتشنشينة ما لفاش تستنى وعدل الموجة مع نور واللي كرونيكور كل يوم من الاثنين للجمعة من ماضي 3 للخمسة على الحياة فام رمضان على الحياة فام بنا أخرى